وصلت إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية الإغاثية البحرينية، حيث تم تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري الذي سيقوم بدوره بتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة ليتم توزيعها على الأشقاء الفلسطينيين والمستشفيات في غزة. هذا وأكد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأن الشحنة الثانية تحتوي على 40 طنا من المواد الطبية والغذائية والإغاثية للمساهمة في توفير الاحتياجات الأساسية والضرورية للشعب الفلسطيني الشقيق لمساعدتهم في الظروف الراهنة. والجدير بالذكر أن اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة بحثت في اجتماع سابق الخطوات لما بعد إرسال الشحنة الإغاثية، وتم دراسة إقامة مشاريع تنموية تساهم في دعم مجالات الصحة والتعليم والأمور المعيشية، وتم الاتفاق على بناء مستشفى ميداني ومجمع سكني خلال عملية إعادة إعمار غزة، إلى جانب تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الأخرى.